أكثر كتاب يعني لك أنت كتبته أنت؟ هذا آخر الصالحين. نقولوا باللي هو تشجيع ولا داخلة في لابيبليسيتي تنقولوا لنا؟ ما دخلش، أنا ماشي من هذوك الناس اللي لا لا الصالحين، هذا لي فيرتيوس سي لو بلو بوتيكس كو جاي يكري، وحياتي كامله وانا نكتب باش نوصل لهذا المستوى. هذا تشوف لي المستوى اللي كتبت به هنا كان خارق للعاده. خارق للعاده، وان شاء الله القراء يروحوا لهذا الكتاب ويعرفوا بلي ما رانيش من خلالك. نمدوا دعوه للقراء انه يلا من سيبو، والله هذا واجب على كل انسان باش يروح يقرا، ما يقرانيش انا يقرا الاخرين. الكتاب هو احسن زميل للانسان، ما كانش ماهوش الكلب ولا الحصان ولا المكحله. احسن الميرامي دو لام سي لو ليفر، ولازم على وخاصه الشباب تاعنا يقراو، ما يقراوش غير ياسمين خضر، يقراو اي اديب اللي يقرا بالامازيغيه يقرا بالامازيغيه، اللي يقرا بالعربيه ولا بالفرنسيه ولا بالانجليزيه، المهم يقرا. الشعب اللي ما يقراش ما عنده حتى ما عندوش صدى. لا اولا ما عندوش صدى، لان الثقافه هي احسن شيء اللي قدمها شعب للامم، هي الثقافه. وأساس الثقافة هو الكتاب. ما تعرفش تقرأ، ما تقدر دير والو في حياتك.